أخاطبكم والقلب يهفو بحبكم والعين تسعد لرؤيتكم والسمع يرتاح لشعارتكم النضالية الملتزمة. وهذا عنوان مؤتمركم اليوم. وكذلك سأقول كما قاله الشاعر ناصحا إياكم في أبياته الشعرية: دع الخمول والنوم والركود وانهض لتعمل وقم ببذل المجهود واجعل الإرادة لك حافزا ووقود واعمل بجد تفتح لك السدود تشجع كافح وكن مع الناس ودود تلين تلك الأشواك وتصبح ورود وأظهر مهارتك وتحدي كل السدود وكن رمزا بارزا مثالا للصمود لا تيأس ولا تبالي بالردود وواجه أجواء البروق والرعود اتقن أعمالك واختمها بالمردود يبقى عليها الناس للأبد شهود اكتب اسمك بأعرض البنود يكتب في التاريخ على مر العقود كن كريما طيبا وتميز بالجود وكن صادقا أمينا وفيا للوعود دع بصمتك واثبت للوجود بأن الإبداع ليس له حدود.